فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قول ستر الجدران يا شيخ. ستر الجدران هذا فيه تفصيل، إذا كان للحاجة كان يستر طاقة في الجدار أو قوة يعني تنفذ منها الرؤية، أو يتأذى بما ينفذ منها بكشفها، فإنها تستر لا بأس، لأن هذا للحاجة. قد فعلته عائشة رضي الله عنها، قد سترت سهوة لها بقراب. الرسول أنكر الصور ولم ينكر ستر السهوة. وأما إذا كان من باب ستر الجدران، إذا كان من باب الرفاهية والزينة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالكعبة المشرفة، هي التي تستر وتكسى، أما الجدران فلا تكسى ولا. نعم. وإذا قيل إنها باردة شديدة البرودة وتستر بنوع رديء من الفروش، يلبس مثل ما تلبس البلاط الأرضية على الجدار، هذا لحاجة. لحاجة، نعم، هذا لحاجة.